مرة أحب أسوي شعري فيه، خصوصا إذا بستعجل وما عندي وقت، يعني عادي أخلص شعري بعشر دقايق معاه. مرة حلو البرش، غير كذا يعطيني اللوك الكلاسي، الفوليوم اللي ما كأني شادة حيلي وتعبانة عليه. مرة أحب هاللوك أنا، فصراحة أوصل له مع هالفرشة هذه الرهيبة. أكثر شيء أحبه باستشوار لابيل سولو، حجم الفرشة مرة كبيرة، تعطيكم الفوليوم المضبوط وبنفس الوقت تخلصين شعرك بأسرع وقت. شوفوا ترى مرة كبيرة الفرشة، يعني حجم اليد. غير كذا ما تحسين بأي حرارة وانتي ماسكة تشتغلين. هي 3 مستويات من الحرارة على حسب نوعية شعرك، إذا سميك أو خفيف، وتوصلين للنتيجة اللي ترضيك وتنبسطين منها. مرة حلو مسوين عليه عرض الحين، كان سعره 299 وصار 120 ريال بس. خاصة لو نستشورها من فوق مرة كويس، بعدين نستشورها من تحت برضو مرة كويس، بندقق أكثر شيء على الأطراف. استشوار الجذور بيكون من داخل واستشوار الأطراف بيكون من برا، ونكسب خصلة ثانية كبيرة ونفس الشيء من داخل ومن برا. ولا تخافون ترى بنات، الاستشوار مهما فريتي فيه ما راح يقطع شعرك أبد ولا راح ينشب شعرك. كل ما نستشور ونوصل فوق أكثر راح نكون ندقق أكثر على أن الاستشوار يكون من تحت عشان الفوليوم يكون من تحت أكثر. أهم شيء يا بنات أن الحرارة تصل لكل الشعر من كل الجهات، وأنت تستشورين لازم ترفعين شعرك لفوق لا تنزلين لتحت. طبعا زي ما أنتم شايفين خلصت شعري بأقل من 10 دقائق، لأن الجهاز ياخذ خصل كبيرة ويخلص وقت أسرع، وتقريبا كل خصلة لفيت عليها لفتين من فوق ومن تحت. هنا دققت أكثر شيء عشان هنا أساس الفوليوم. حاولوا تطولون باللفة عند الأطراف وتلفون أكثر من مرة عشان يعطي فوليوم. الحين القبلة نبدأها من تحت ونلف، وبعدين راح نبدأها من فوق وبرضو نلف، وبكذا راح يصير عندنا فوليوم مرة قوي. وبس كذا انتهى التوتوريال.